بنات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كامل بخير على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا جديد. ما شاء الله، بحال اللي كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو، غادي نوريكم واحد الطريقه اللي تقدروا ترسموا المهم طبعوا بها على الشمع فاسيل. المهم غنوريكم، حتى انا بحال اللي شفتو كان عندنا، كنت عملت دي شاور ديال اختي جيجي. المهم على حسب ولدت عندنا كلكو تروك، هذا داكشي ديالنا ديال المغاربه، الصفوف وديكشي. المهم انا نوريكم بعض الحاجات اللي عندنا، ومن بعد نوريكم واحد الطريقه اللي تطبعوا بها على الشمع. سهله بزاف، يعني ما كتسديش الوقت، ويعني تقدروا تعدلوها في الدار هكذا بوحديتكم. فوالا كيجيو بحال هكذا ها هما. المهم هاد الزواق هادي على حسب نتوما، يعني اما تجيبوها ماشي ورقه كانت عندكم، ولا تطبعوها، ولا والاسم نتوما عاوتاني كتعملوه كتامبريميوه، ولا اما تصويره، يعني تقدروا تعملوا اي حاجه. المهم الطريقه سهله بزاف، يعني ما كديش الوقت، ومن طول حاجه ملي كتجي معدله باليد كتجي حلوه احسن ملي كتشرى، يعني كتعدل افيك امور بحال اللي كنقولوا بحال اللي كيقولوا ماشي كنقولوا. فوالا كيجي بحال هكذا ها هما. المهم نوريكم تبع الحاجات اللي عملنا. المهم نوريكم اوسي هذا التهادو ها هما، لي زيتيكيت اللي كيتلصقوا هاد على الرضايم ديال الماء ولا ديال الجو. نعم تعدلناهم غير حنايا مع بعضتنا، يعني انا وماما واخوتي. وهذا هو ما ديال الصفوف. نعم حنا عدلناهم، يعني شرينا كل حاجه بوحديتها وعدلناهم. وانت انا كنت عملتهم، نوريكم حتى ديال بنتي كاش كنت عملت حقا، عملتهم سامبل على هادو، يا عملتهم مزوقين كثار. وهادو الدراجي اللي عملت، الدراجي كانت وصلت عليهم المغرب، جوها المغرب الدراجي اللي عملتهم ديال كريستال. فوالا، وهادو هما ديالي اللي كنت عملت انا ديال بنتي، جات غير رضيمه بحال هكذا مثل السندا، يعني سامبل زيت ديالها هي. نعم دابا نوريكم هادو الدراجي اللي كنت عملت انا بنتي. هذا شاف بحال مالك ناعس. انا كنت عملت جوج، كنت عملت هكذا وهكذا. نعم دابا كنت شريتهم من هنايا من بلجيكا. المهم نرجعوا الفيديو ديالنا. المهم انا كنت صورت ديجا قبل، غادي نبارطاجي معكم كيفاش تقدروا تطبعوا هكذا على الشمع. المهم الطريقه سهله بزاف، والحاجه بحال اللي قلت لكم، حاجه في الدار كتجي مزوره. هي عملت هاد لي زيتيكيت هادو، عملتهم على الماء وعلى العصير. انا كنت ديجا عملتهم حمارة في العيد ميلاد بنتي، بحال كنت كومونديت عليهم، بحال ما تقدر تعملهم بيدك، يعني الطريقه سهله بزاف. وانا قلت لكم ملي كتشي الحاجه معدله بيد كتجي احسن بالشهوه زعما. خليكم مع الفيديو، وبغيت نشكر بزاف البنات اللي متبعيني، وشكرا بزاف كتقصيو عليا، وبنات اللي دخلوا معايا في لاشين حتى نتوما مرحبا بكم. هذه لاشين ديالي وديالكم حتى نتوما. المهم انا الصراحه الوقت شويه عندي ضيق بزاف، يعني ما كنتش كنعمل فيديوهات بحال اللي كنت، غير ريحه مزيونه، غير ريحه رمضان. ما بقيتش كنعمل فيديوهات بحال اللي كنت قبل، غير شويه الوقت، ما عارفين مع العيال شويه الوقت ضيق. المهم ان شاء الله من هنايا لقدام نبقى ننزل كثر. المهم كنعطيكم واحد البوسه كبيره، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش نوريكم الطريقه ديال الطبع ديال كيفاش لصقنا هادشي وكيفاش عملنا الشمع. المهم خليكم ان شاء الله حتى لاخر الفيديو، كنعطيكم واحد البوسه كبيره. فوالا كيشوف بحال هكذا. المهم دابا بلا بلاستيك كيبانوا مزيان. حنا اخترنا هاد الزواق هادي على حسب لا نيسونس ديال بيبي صغير ولد، وحنا مور هادشي زدنا حتى الاسم. وباش كتطبعوهم خصكم اما شي ورقه تكون عندكم تخرجوا عليها، يعني شي زواقه كتعجبكم، واما تبرو ديك لي موشوار دو اون بابيي اللي كنعملو في لي زانيفيرسير وديك شي كيكون ديجا فيهم زواقه. حنا عملنا هذاك، ولا نتوما كتختاروا شي حاجه وكتطبعوها. المهم كتحتاجوا غير شماعه تكون احسن بيضه باش كيبان فيها، يعني شي لون محلول، وديكم لي سيرفييت دينا غير الزواقه اللي عجبتنا وقطعناها، وكتختاروا ديك بابيون ديال لا كويزين اللي كنطيبوا عليه، وسيشوار سيتو ما كتعملوا فيها ني ما ني والو، يعني كتشبروا ديك الزواقه كتعملوها على الشماعه ديريكتومون،
وكتعملوا عليه هذيك بابي ديال الكوزينه وكتبقاو تسخنوا بالسيشوار. غير كتشوفوها كتبان هنايا في الفيديو يعني كتشوفوها شويه بدات كتعرق يعني ها هي بدات كتخرج يعني خصو كامل يعرق مزيان عادك تزولوا هذيك بابي اللي عملناه الفوق. غير هي ولا كنتو غادي تعملوا شي بابي يكون عندكم خصو يكون بابي ما يكونش غليط بزاف باش يخرجكم على الشمع. الفوطه هكذا عملنا غير باش ما يسخنش اليد وصافي. ومن بعد كنغوزو عليها على باش ما كيبقاش يديك حاجه تخرجي على دغيا كتخرج يعني غير كتزولها كتجبرها ديجا طبعت. فوالا كنشبروا ديك الفوطاني وكنبقاو نمسحوها هكذا حتى كيكون بحال الشمع شتيتو مدوب ما تخافوش يعني واخا كتمسحوها ما كيترش داكشي يعني غير مسحوها هكذا شويه شويه وكيبقى داكشي لاصق. فوالا بحال هكا كتجي يعني كتجي بحال مطبوعه في وسط منها يعني ما كيبانش شي حاجه خارجه ولا واه بحال هكذا حنا قطعناهم يعني واخا ما كتقطعش شي فريمون حرف مور حرف واخا كتخلي فيها شتيتو ديال يعني شي حاجه بيضه هكذا كتبان اون فوا كتسخنها ديك بيوتيا ما كتبقاش تبان. حنا اخترنا هنايا يعني الحاجات اللي خصنا نعملو كتعملو نفس الطريقه. فوالا كتبقى تسخنه حتى كتخرج المهم نفس الطريقه اللي وريتكم قبل هكذا ما فريمون سا ما كيديش الوقت بزاف ما فيهاش شي تماره يعني. وتقدروا تعملوا حتى تصويره يعني شي تصويره خرجوها في بابي يكون تعملوها في الدار تخرجوها مثلا بامبريمونت كتخرجوا الورقه تكون ما تكونش يعني غليطه بزاف اي فوا كتعملوها كتعملوا تسخنوها كتخرج في وسط كتخرج في وسط شماعه يعني فوتو يعني تصويره شي بيبي ولا ديالكم. فوالا اي فوا كتزولها كيكون ديجا تطبع. هلا كنزول غير ديك الشيء اللي بقى من فوقي يعني مش كتلصق. فوالا صافي راه كيجيو فريمون مزيونين بحال قلتكم ما كيديوش يعني بزاف ديال الوقت. حنا قطعناهم غير لي سيرفييت هذوك اللي كيجيو في لي زانيفيرسير مي زين الاسم يعني اللي زدناه هذاك امبريميناه بوحديتو باش لصقناه فوق الشمع. وهادو بالنسبه ديال هادوك لي زيتيكيت اللي كيلصقوا المهم حتى نفس الحاجه امبريمي عملناهم حنايا اخترنا الديكور خرجناهم ولصقناهم نيشان حتىش مي كتلصقهم يعني كيخرجوا مي كتخرجهم كيخرجوا ب يعني بابي كتعملهم غير لصق بحال هكذا وكيلصقوا يعني ما كتقدرش تخرج ديك لي زيتيكيت اللي كيلصقوا باللصق اللي كيكونوا يعني ديجا كيلصقوا. فوالا كيجيو بحال هكذا والزواقه بحال اللي قلت لكم يعني كل واحد والذوق ديالو. وزيدنا لهم هكذا السنتات من فوق باش كيعطيو زعما منظر مزيان.
اي فوالا هادو بحال هادو ملي خرجناهم مصورين هنايا كيجيو بحال هكذا والماء حتى هما عملنا لهم نفس الحاجه. فوالا هذا محبوب الجماهير الصفوف. عاد عدلاتو ماما بواحد الطريقه مزيونه، عدلاتو بحال الطرون، عملت فيه اكاجو والحاجات بحال هكذا، بحق هو فيه مذاق ديال فيه نكهه مغربيه. المهم بحال اللي كتشوفوا عملنا هاد يعني، المهم اختي اللي ولدت هي اللي اخترت هادشي اللي عجبها، بحال كاينه اشكال بزاف يا اخرين تقدر تعملو. شرينا هاد الرديمات هادو كتعمل فيهم التون بحال هكذا وكتغطيهم، كنعملو عليهم السينتا وزيدنا عليهم فواحد الزويقه هكذا من فوق. خلي قلتكم على حسب الواحد والذوق ديالو، يعني كاينه بزاف الحاجات اللي تقدر تعمل. وبنات اللي كيسكنوا هنايا ولا يعني بغيتوا تعرفوا مشرينا هادشي ولا شي حاجه، غير كتبوا لي في كومونتير وانا نجاوب عليكم ان شاء الله. فوالا كان كيشوف حل هاد الشكل هذا. من بعد لصقوا هادي من فوقي. المهم كاينه بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان. حنا تعاوننا مع بعضيتنا ماما وخوتي. المهم اختي اللي حامله عندني باقي ما ولدتشي اختي اخرى وماما وانا دابا سي تيفيد زعما ما داوش الوقت بزاف. عاد بحال اللي قلت لكم الحاجه سبحان الله ملي كتعدلها دابا اليد كتجي عندها واحد الحلاوه اخرى. و فوالا البنات هذا هو. المهم بارطاجيت معكم شنو وجدنا لوبيتال. البنات شكرا بزاف كملتوا معايا فيديو تان هنايا، وان شاء الله شي فيديو اخر ولا كتاب. كنعطيكم محبوسه كبيره، نهار اخر ان شاء الله. بيزو.